الاستعمار لا يفي بوعوده أبدا. طيب سيبنا من التحليل النظري، هل يليق ان هذا الكلام التلفزيوني المصري يستضيف اساتذه معاهم دكتوراه يقولوا هذا الكلام بعد ما الوثائق البريطانيه منذ شهرين ونص ظهرت وقالت ان احنا لم نكن ننوي ابدا ترك قناه السويس، احنا كنا هنفتعل المشاكل وهنعمل اداره دوليه تحت اشراف بريطانيا وعمرنا ما كنا هنرجع القناه لمصر. طب لما الوثائق البريطانيه تكشف عنه ويجيبوا الدكتور فلان والاستاذ فلان وعلان يقول لك ما هو كان يستنى، يستنى ايه؟ والمذيع يعرف المعلومه وما يقولوش، طب ورايك ايه في الوثائق البريطانيه؟ اعتقد ظهور الوثائق البريطانيه يخلي اللسان ينقطع، هم قالوا ان عبد الناصر فاجئنا وشل حركتنا واللي عملوا ده كان بمثابه مفاجاه ما خلتناش نعرف نتصرف في حين.